المجتمعية، لأن الأولاد بيغلطوا في الأحكام وبيغلطوا أصلا كمان في الكلمات. لازم كل عيل أنا أجريه لوحده عشان أميز قرايته كيانه وأشوفه بيقرأ صح ولا غلط وأصلح له الكلمة اللي هو غلط فيها. لكن المجموعة بيقروا كلهم، يعني ممكن الأخطاء يعني العيل لو قرأ قل هو الله أحد ولا قل هو الله واحد مش أحد واحد. مثلا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يقول لك المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين يقول نستعين. لو ما أخذتش بالك خلاص ضاعت هلك. بس أنا بجري واحد واحد يعني، وكذا حد قال لي جري جماعة، بس أنا أقولهم برضو لا، لازم كل عيل لوحده عشان أميز بقائد بيقرأ كويس ولا لا. أتمنى إن جاء قضى ربنا علي يكون حد ثاني وراي يفتح الكتاب، لأن أنا ما ضمنش عمري إن كان عندي. أتمنى بلدي كلها تحفظ القرآن وكلهم يكونوا حافظين بالأحكام وبالتجويد، والحمد لله. أنا مش عارفة يعني.